السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. اليوم وصلنا ضمن موضوع الكبر موديل انتر كونفرجن بروجكت، هو اختيار الوقت أو الزمن أو البريدكتد تايم. أول شيء أنت من راح تعلمنا من المحاضرات السابقة تسوي سيرش، بس أنا هنا اختارت عندنا المتغيرات المناخية ضمن هاي الفورمات، المتغيرات هاي اللي عندي بالليت بهيوميديتي بريسبتيشن وتي ماكس وتي مينيمم والويند سبيد النورث ويست، تمام؟ هاي عندي المتغيرات المناخيه اللي انا اريد اوجد لها القيم، كذلك السولار راديشن. فهسه احنا بصوره عامه نجي شو نسوي؟ اول خطوه نجي نعملها انه نشتغل على القيم السولار راديشن او على اي قيم ثانيه، اي قيمه. لاحظ هذا هسه الموديل اللي انا مختارته، هذا الموديل ما بيه سولار راديشن، فما دا يحسب لي. لاحظ ما حاسب لقيمة السولار راديشن، فهاي يعني نورمال، يعني عنده هاي المتغيرات لكن السولار راديشن ما محسوب إليه. فهسه نجي مجرد انت ما تضغط انت كم متغير مختار راح تطلع لك هاي المتغيرات. قبل مودرن انتر كونفرجن بروجكت السيناريو كذا، هذا اسم المدير اللي انت مختاره. هذا المدير طبعا ما يشتغل سولار راديشن، فممكن المدير الثاني ضمن الاكسبيرمنت اي دي اللي هو احنا نسميه السوشي ايكونوميك سيستم بريزنتيف باث واي، اللي هو مسار تركيز الغازات الدفينه وال يعني المشتركه، يا هو هذا اللي هو اقل واحد هو 26. هذا الفورمات هذا يقول لك بالدي راح نعطيك الفريكونسي هاي الاور، اوكي هاي اللي هنا تمام. هسه نجي للبعده، هاي اور وهاي دي. نجي على فاحنا نريد هسه ننزل، شغلت انت تضغط على الليست فايل، تمام؟ ظهر لك اياها، راح يظهر لك، لاحظ هسه انت هنا راح يظهر لك 2015 2021 2024 2027 2033 و33 و36 دي مشت لف سنوات لسنوات 2039 2040 البعده وهكذا. شو الفولدر، راح يجي يشوف كل الفولدرات سيكمل لك اياها. انا شنو اللي اريده؟ اريد انت تختار، احنا خلاص ما ندرس كل هاي السنين، هاي 2045 2048 2000 وكذا 2054 الى ان يوصل 2099. انت شنو تسوي؟ مو تنزل ذول كلهم، اول شيء تنزل لك سنتين او ثلاثه من الهيستوريكال اللي تعتبر ماضي باست، حتى الغرض من عندها تشيك وياها قيم الفيزا كوركشن، هاي الشكل تفيدك. على اساسها ما راح تسوي داون سكيلنج وغيرها، راح تسوي تقييمه للمستقبل. عندك هذه القيمه اللي هي يعني قيمه احنا نختار المفروض بالزمن ثلاث ازمنه، الزمن المستقبل القريب والمستقبل المتوسط المدى والمستقبل البعيد. التحدد من يمك، اقرا لترشر ريفيو على اساس اقول استنادا، لان اختياره ما له علاقه مثل الجنرال سيركيليشن موديل. يعني هسه تجي تقول انا الباست يعني اخذت 2015 و2018 2021، تمام؟ وتنزل، تعلمنا طريقه الداونلود، قلنا اذا عندك انترنت داونلود مانجر مباشره، واذا ما عندك تفتح داونلود بهاي الجهه وتاخذ هذا الموديل وتحطه هنا وينزل لك يحمل لك هنا عشان البيانات تتحمل. نجي نثبت لكل بياناتنا، وبالمناسبه نثبت لنا هسه 2015 كهيستوريكال، نثبت مثلا ايضا 2018 هيستوريكال 2021. نجي للفيوتشر اللي قريب هو 2040، ما اختار بعد 2024 2027، اروح مثلا 2040 او 2042، اثبت انه هو هذا شنو، هذا يحكي عن الفيوتشر القريب. بعدين مثلا 2070 يحكي عن الفيوتشر المتوسط المدى، و2100 عن الفيوتشر البعيد. تثبت حتى يكون انتاجك بهذا الشكل. زين دكتوره شلون ارتب البيانات؟ راح اعلمك شلون ترتب البيانات. تسوي فايل او فولدر تسميه كابلد موديل انتر كونفرجن بروجكت. ايش تكتب بيه؟ تكتب بس السيناريو اللي انت راح تاخذه بتركيز الغازات الدفينه اللي هو السوشيال ايكونوميك سيستم باث واي. هنا تثبته، تمام؟ اللي هو مسار المشاء يعني التركيز او المسار يعني شلون الاجتماعيه الاقتصاديه المشتركه. اللي وضحت لكم اياها يعني بالمحاضره اللي فاتت. فالاس اس بي عدت كم سيناريو؟ انا بالنسبه لي ابدا ادرس ثلاثه سيناريو اللي هو ال 85 و 26 و 45.
تمام؟ بتروح على كل سيناريو سيناريو كل سيناريو تكتب بيه الموديلات اللي انت راح تشتغل، تثبتن على كل السيناريو ما تغيرهم، يعني انا راح اشتغل على هاي السيناريو كلها، تمام؟ هاي السيناريو كذلك الثاني تحطهن تثبتن هاي السيناريو اللي بعده نفسهم. تجي بداخل كل سيناريو شو تسوي؟ مثلا هذا اول سيناريو بدي اشتغل عليه، كم متغير مناخي عندك؟ عندك هاي المتغيرات المناخيه، تمام؟ فتجي على اول وحده مثلا هاي اللايت هيوميديتي البريسبيتيشن السولار راديشن التي ماكس التي مينيمال درجات الويند سبيد صغرى عظمه او نورث ويست، تجي على وحده وحده ايش تكتب هنا؟ تسوي فولدر بداخله تكتب الباست الماضي، تمام؟ هاي اول خطوه تسويها الباست الماضي تكتبه اللي هو شيش من لك من يا سنة ليا سنة، تختار أنت أي سنة، مثلاً تقول أنا بدي أقارن ويل 2015 إلى 2021، تمام؟ هاي أول خطوة. الخطوة الثانية تريد تسوي اللي إحنا نسميه الفيوتشر القريب، فأيضاً تسوي الفيوتشر القريب اللي هو نير آر فيوتشر FUTUR تمام، هذا نير فيوتشر. ايضا يسوي واحد راح ينزل لك ما سنه سنه، هو يسوي واحد المن للمين المتوسط او الـ يعني الـ شلون الزمن المتوسط المين فيوتشر FUTUR. بعدين اخر واحد المن يسوي للفار البعيد المستقبل البعيد سميه فار فيوتشر FUTUR. إذا تبغون أنا حتى الفولدرات الداخلية دا صورها لكم وأرتبها، شنو الغرض من عتاب؟ حتى أعلمك إنه شنو تسوي بداخل كل متغير، هسا هذا متغير اللايت هيوميديتي، لاحظ هاي المتغيرات بفار فيوتشر المستقبل البعيد والمستقبل المتوسط والمستقبل القريب وبالماضي، الماضي إما تستخدمه من شاء الله راح ناخذ محاضرات فحص الفيزا كوركشن اللي هو تصحيح التحيز، لازم عندك بيانات بالماضي حتى عندك observed data بالماضي تقدر تنزلها. فهسه ان شاء الله استفادينا من هذا الموضوع، هسه تاخذين ذني بصوره عامه اللي سويتهم انت، تعممن على كل البيانات، تقول لهم كوبي، تروح تنقل للمتغير الثاني تخليهم، للمتغير اللي بعده تخليهم، المتغير اللي بعده كذلك، المتغير اللي بعده، المتغير اللي بعده، وهكذا للبقية. يعني هسه أنا خلصت أول موديل، أرجع للموديل الثاني أيضا نضيف الموديل كل المتغيرات نضيفهم، وكذلك للموديل الثالث وكذلك للموديل الرابع والخامس والسادس، تنتهي تنتقل على المسار تركيز الغازات الدفينة السيناريو الثاني، بعدين تروح على السيناريو الثالث. أتمنى يكون هذا الأمر واضح أمامكم، وأهم فقرة نوهنا عليها بهاي المحاضرة هو اختيار الأوقات أو الأزمان. لازم انت دراستك تكون على الداتا فيوتشر اللي هو المستقبل القريب والمستقبل المتوسط او الوسطي والمستقبل البعيد، وتنزل بيانات تاريخيه لسنه او سنتين حتى تسوي الغرض من عندها فيزا كوركشن تصحيح تحيز اذا كانت بياناتك بها تحيز، وتقدر بعدين تعمل داون سكيلنج لهذه البيانات، وبالتالي تقدر تستخدمها بنواتجك او موديلاتك الهيدرولوجيه. اذا عندكم اي سؤال او استفسار عن هذا الموضوع تقدرون تراسلونا على القناه، لا تنسون تدعون زملائكم الباحثين من هذا الأمر والاشتراك بالقناة، وإن شاء الله نشارك كل شيء جديد. نلتقي بكم إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. دمتم